صباح الخير للجميع، ضلوا دايما بخير، ايامكم سعيده، مرتاحين ومبسوطين. اليوم 29 تموز، يسعد اوقات الجميع. كواكبنا ما زالت في اماكنها، كوكب المشتري، كوكب الحظوظ سعيده، زحل المعاقب، اثنينتهم يتراجعان في برج الجدي. المريخ يتقدم في برج الحمل، عطارد يتقدم في السرطان، والزهره تتقدم بالجوزاء. لسه تحذيراتي هي على الاقل صحيا لمولود الجدي، السرطان، الميزان والحمل على الصعيد الصحي. أول أخباري العزيز ده مولود برج الحمل لليوم متفائل، يمكن لأنه عنده قصص العلاقة بمحبة حقيقية حواليه، واليوم للقرارات لتكون تواجه من ضايقك، مثلا تقرر أنك ترتب أمورك، عم تتحكم بأمورك بطريقة جيدة وفعالة، يمكن تعارف على أشخاص جدد، كل ما له علاقة بمؤسسات الدولة، بالأوراق، بالمستندات، بالسفر ممكن يكون إيجابي جدا وجيد. عزيزنا مولود برج الثور اليوم عندك معنويات مرتفعة، هاليومين ثلاثة الحقيقة في عندك قصص قد تسعد قلبك، يعني هي مساعدات، هي نصائح، هي زملاء، هي استقرار، هي أمان أو اطمئنان، يعني اليوم يوم جيد. في شيء كمان قصص مالية ممكن تكون إيجابية وجيدة، أنت شخص مسؤول اليوم مولود برج الثور. عزيزنا مولود الجوزاء يوم ما أنه كتير مريح بالنسبة لك، ما بعرف إذا قصص العلاقة بتأجيل، تأخير، قلل كلامك مثلاً، أمورك الشخصية ما كتير مريحة، عندك نوع من أنواع الحساسية أو النزاعات مع من حولك أو حلول مفاجئة قد تؤثر على عملك. اليوم أنا بنصحك أنك تهدى، تروق، ما تحاول تعصب من أمور صغيرة، تناقش الناس اللي حواليك بدون عصبية. اليوم في مشاكل محتملة لأنه بالمجمل هلأ بالغالب سبب عفوية أو عصبية، إذا هيك القصة فأظن تنحل، يعني إنه نحن ننتبه على أمورنا شوي. إذن هلأ مواليد برج السرطان عندهم إحساس عم بيلازمهم إنه شغلهم كتير، عملهم كتير، مع إنه الإنجاز جيد اليوم، بس يمكن ما يكون على مستوى طموحاتك مولود برج السرطان، وما تحمل الآخرين أعباء ما لهم قدرته. مولود برج الأسد يوم عم تحسم قضايا معلقة، يوم جيد، نقاشاتك هادئة مقنعة، كمان أنت كل شيء له علاقة بمؤسسات الدولة، له علاقة بترقية، بعقد، بورقة، بقصة مالية ممكن يكون إيجابي جداً. واليوم مولود برج الأسد عم بيحسن الأمور بحيث تصبح أنسب لوضع النفسي. الآن مولود برج العذراء، وما بعرف الأمور ليست في أفضل حالاتها، أنا أعتقد أولاً أنك اليوم شخص عنيد يعني، وثانياً في قصص صحية وارد أنه تكون شوي مضايقتك. اليوم يوم فيه محبة، فيه ود، بس فيه نوع من أنواع القلق على أمور صغيرة. على كل أحوال تقاسم المتاعب بينك وبين الآخرين اليوم، أو امنح نفسك شوية وقت لتدرس أمر جديد يمكن معروض عليك. مولود الميزان لأ اليوم عنده حركة، نشاط، عم يستعيد علاقات وعم يعمل قصص ممكن تكون إيجابية لإله. اليوم يوم للسوق، للزيارات، للعلاقات، ما أظنك أبداً قاعد لحالك، بالعكس عم تتغلب على أغلب المشاكل الطارئة وعم بتدير حياتك بشكل مفرح. مولود برج العقرب عم يقبض، عم يدفع، عم بيرتب أمور مالية بالمجمل، وبتقدر ترتاح اليوم على الصعيد المالي. أنا بعتبر الأمور جيدة، مع أنه أنصحك دائماً بالتنظيم على الصعيد المالي، لأنه مانك محتاج تصرف مصاريف ما لك كتير لازمة. مواليد برج القوس فايق بكير وعنده نوع من أنواع النشاط، عم بيرتب شؤونه بشكل إيجابي وجيد. محيطك الأسري والعاطفي فيه فرح اليوم، أو فيه استقرار أو تفاهم أو محبة أو دعوة أو اتصال. اليوم اللي لازمك مولود برج الجدي هو الحوار الهادئ. شلون؟ ما بعرف. ألا مبدئياً أنا قدامي جدي فعمل إنه شلون؟ ما بعرف. ولحاله لا تعاتب اليوم مولود برج الدلو. اليوم الدلو عنده يوم اجتماعي بامتياز، علاقاته إيجابية، أموره جيدة، في حلول. لا تسمح لعصبيتك توقف عجلة الحظ بالنسبة لك، لأن الأمور أنا بعتبرها بالمجمل جيدة مولود برج الدلو، في إيجابيات حواليك. طبعاً كنا عم نقول مولود برج الجدي اللي شوي متعب، مكسل، ضايق خلقه، بينما الدلو عنده علاقات اجتماعية إيجابية وجيدة. مولود برج الحوت انت اكثرنا تعبا اليوم، يمكن اكثر حدا لانه مضغوط اليوم، ممكن يكون في تدخل بشؤونه، ممكن في بعض المضايقات، ممكن عم بتضخم انت الامور الصغيره، ممكن حدا عم يعطيك اوامر يعني ما انا كثير محلها، حاول ان تتقبل قليلا من الضغط اليوم.
خليني عايد مولود اليوم واتمنى له السعاده. مولود 29 ان شاء الله الامور جيده لك. السيد سريع متسرع ضحوك متهور ولكنه مسيطر. عموما صفات بتقدر تطلقها بجداره على مولود اليوم: صوته عالي، ضحكته مجلجله، عنده ثقه بنفسه، بيعطيك الانطباع بمجرد ما تشوفه انه هو حدا واثق من نفسه وبتلاقيه حدا سعيد. هلا متقلب مزاجي على كل الاحوال، بيقدر يوزع الضحكه على الجميع، مرغوب فيه بالمجتمعات، بحب الاصدقاء ويجمع منهم الكثير، شخص بالمجمل بيعرف يرتب اموره، ما بخاف عليه، ما بتعرف امتى بيكون هادي، ما بتعرف امتى بيكون عصبي، ينقلب بسرعه البرق بين قصه وقصه. الكواكب تقريبا داخله على بيت المال، انا عم بحكي عن الشهر القادم، مما بيخلي عندك امور ايجابيه، والشمس رح تدخل على برجك، مما رح يخلي عندك لطف، جاذبيه، علاقات جيده، في حظوظ، في مساعدات، اي شيء له علاقه بسفر، بورقه، مساعده ماليه ممكن يكون ايجابي جدا، واي شيء له علاقه بامر ممكن ارتباط او بدايه عاطفيه جديده وارد يكون كمان ايجابي خلال الفترات القادمه. سعد صباحكم وتضلوا بخير، واكيد رسائلكم على 1845. رزان عم تسالني من مواليد 2000. رزان والله في حظوظ مساعدة، عم تسأليني إذا في ارتباط، في حظوظ مساعدة روحي. هلا أكيد اللي رايده رب العالمين بيصير، بس أنا بشوف عندك حظوظ مساعدة وجيدة. على فكرة حظوظك صينيا أفضل من غربيا، لأنك من مواليد برج التنين الصيني يا رزان. علي محمد الحسين من مواليد 92. هلا أنا بشوف عندك سيرة جيدة بس ليست للتغييرات المطلقة، يعني عم تسألني عن سفر أنا ما بظن. هلا الله يقدم فيه الخير للجميع يا علي محمد الحسين، بس أنا ما بشوف عندك تغييرات أساسية جذرية، يعني حتى ولا بزواج، بس ممكن يكون بداية جديدة، بداية بالعمل، بداية بعواطف، بداية ارتباط، وارد يكون في شيء من هذا القبيل. على كل السنة القادمة أفضل من هاي السنة لألك. علي عم بيقول لي 78، عم بيسألني مع زوجته 88. والله يا علي أنا بشوف إنه السنة حظكم السنة، يعني إذا بتغيروا طبيب، بتغيروا بيت، بتغيروا، أنا دائماً بعتبرها هي تبعت وجاه وعتاب، مو بيقولوا إنه وجاه وعتاب يا بتكون منيحة. لذلك أنا وقت اللي بيكون مارر فترة طويلة بدون إنجاب أنا أؤيد موضوع التغيير، تغيير منزل، عقار، دكتور، يعني هاي القصص الأساسية بحياتنا اللي سهل تغييرها بنغيرها. الله يقدم لك في الخير، أنا بشوف حظوظك قصوى يا علي، حظوظك جيدة جداً جداً جداً، فالله يقدم لك في الخير. هيثم 20/1/71. هيثم عندك سنة مهمة خاصة عاطفيا، هلا أنا ما رح أجي أقول لك إنه أنت بالسنة الأفضل، السنة الأفضل السنة الجاي، يعني السنة الأفضل فعليا صينيا غربيا هي السنة الجاي. سنة جيدة بالمتبقي منها، خاصة هالشهر اللي جاي يعتبر شهر جيد وإيجابي، بيرجع بيوقف شهر، بيرجع بيكمل شهر منيح، يعني إذا بدي أحسبها تباعا المتبقي من السنة بالمجمل جيد، مانو سيء وفيه إيجابيات. إن شاء الله تكون سنة جيدة للجميع ويسعد صباحك.